ما كانت فرقة مكافحة المخدرات من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من وضع هذا النشاط شبكة إجرامية متكونة من 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و 42 سنة ينحدرون من ولايتي وهران ومستغانم. تم توقيف 4 منهم في حالة تلبس مختصة في ترويج المخدرات بالجهة الغربية للوطن، حيث تمت عملية المباغتة من طرف قوات الشرطة وأسفرت عن توقيف مركبة من نوع رينو كومبوس مرقمة بترقيم ولاية وهران وعلى متنها شخصين متوقفة أمام مسكن المشتبه فيه الرئيسي بعدما أفرغت حمولتها من المخدرات، حيث قدرت الكمية المحجوزة 1 كيلوغرام و640 غرام أسلحة بيضاء من أحجام مختلفة. تم حجز كذلك من دار ليلي احترافي مبلغ مالي من العملة الوطنية ومركبة نفعية ثانية من نوع بيجو 206 مرقمة بترقيم ولاية وهران، وكذلك دراجة نارية كانت تستخدم في عملية التوصيل وتنقل أفراد الشبكة، بالإضافة إلى توقيف صاحب المسكن وشريكه.